الفيديوهات، ابتدينا نقطع الفيديوهات لحضرتك لأجزاء صغيرة، بحيث إن اللي مش قادر يتابع اللايف من الواي فاي بتاعه، أو اللي مش قادر يتابع الحلقة من الواي فاي بتاعه، يقدر يتابع الأجزاء بتاعة الحلقة. بننزلها على طول، بننزل 5 دقايق، 6 دقايق، 10 دقايق، لأن في ناس كتير طبعا بتتكلم وبتقول الحلقة يعني 30 دقيقة، أو ساعات بتخش في 35 دقيقة، وفي ناس كتير ما بتقدرش تستحمل كده من الباقات بتاعتها. فاحنا انا وفريق الاعداد اللي معايا، المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها في الحلقة، كل موضوع بناخده على حدة، تمام، والحاجات اللي بنلمها في الحلقة كلها بناخدها على حدة، وبنبتدي ننزلها لحضراتكم في كليبات صغيرة، بحيث ان كل واحد عاوز يعمل شير لجزء، عاوز يعمل حاجة لجزء، يعني احنا تحت امر حضراتكم. انما مش هينفع تبقى اقل من كده باي شكل من الاشكال، لان يعني حاجات كتير. يعني النهارده مثلا معايا 5 مواضيع، 5 مواضيع، 5 مواضيع، وكل موضوع فيهم اهم من التاني. يعني على راس تلك المواضيع ان المهندس محمود طاهر بيفكر في الترشح لانتخابات مجلس اداره اتحاد كره القدم المصري. ده موضوع من الموضوعات المهمة جدا. ادي واحد، النادي الاهلي بيحضر مفاجأة مدوية، مدوية ممكن تهز الدنيا كلها، بيخطف واحد من نادي الزمالك محدش هيصدق هو مين، هنقولها لك. دي التانية، الموقف العمال بتوع نادي الزمالك في الاحداث، ايه اللي حصل النهاردة، الناس قبضت، قبضت كام، ايه برضو حاجات مهمة جدا هنقولها لك. الوضع ايه في تونس فيما يخص نادي الزمالك، ده برضو من الموضوعات المهمة جدا. مصطفى محمد في الغالب يعني خلاص هيحترف، وبالتالي احنا ما احناش عارفين دلوقتي مين اللي هيبقى البديل بتاع مصطفى محمد. في ناس مش عارفة، بس احنا عارفين، هنقول لحضراتكم مين هم، او مين هو البديل اللي بيتم تجهيزه لمصطفى محمد. وضع اوباما ايه، وضع رمضان صبحي ايه، كل الحاجات ديت انتوا هتعرفوها النهارده في الحلقه. نبتدي في الموضوع الاولاني في حلقتنا، وهو نيه المهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره نادي الاهلي السابق في الترشح لانتخابات اتحاد كره القدم القادمه. يعني المهندس محمود طاهر اعلن عن نيته ان هو ينزل انتخابات قدام الكابتن احمد شوبير. الكابتن احمد شوبير خلاص يعني على عقد العزم، وطلع في اكتر من برنامج، من ضمن البرامج ديت الزميل العزيز هاني حتحوت، وقال ان هو خلاص يعني هينزل انتخابات اتحاد الكوره القادمه على مقعد رئيس، على مقعد رئيس. فبالتالي محمود طاهر بيفكر جديا. طبعا احنا كلنا عارفين ان فتره اللجنه الخماسيه المؤقته بقياده عمرو الجنايني هتنتهي ولايتها بعد اولمبياد بكين في 7 و8 هذا العام. يعني خلاص فاضل يمكن 5 شهور. احنا ممكن نظبط الاضاءه كده شويه عشان النور. فاضل لهم يمكن حوالي 5 شهور، فممكن في ظرف ال5 شهور دول ممكن كافيين جدا لتحركات انتخابيه. وائل نور بيقول لي عاوزين وجوه جديده، تغيير دم جديد. طبعا يا ريت يبقى في وجوه جديده في كل رياضه في مصر، مش في اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، مش في حلو قوي كده زي الفل كده، في كل رياضة في مصر، مش في اتحاد الكورة بس. يعني في اتحاد الكورة بس، لان اصل الدنيا مضلمة عندي فمش شايف الكومنتات، فظبطنا شوية اللمبة اللي احنا بننور بيها، ولو ان نور كنت هو اللي موجود. مهندس محمود طاهر علشان ينزل انتخابات مجلس ادارة اتحاد كرة القدم المصري ما يفوتوش ان هو ياخد رأي حبيبه، وياخد رأي احد الناس اللي بيثق فيهم بشكل كبير جدا،
وهو الاستاذ عماد وحيد عضو مجلس اداره النادي الاهلي السابق، ما بيقدرش يعني دعوه لمين، مناصر ليه واقف معاه في اوقات كتير وكتير جدا. عماد وحيد من الشخصيات المعروفه في النادي الاهلي بحبها بعشقها المهندس محمود طه، حبها عشقها للنادي الاهلي، حبها عشقها لعدد كبير جدا من النجوم يعني الحقيقه. ودائما وابدا يعني بيدل الراجل على الصح وبيدل الراجل على الخير. من ضمن الدلائل لمحمود طاهر على الصح وعلى الخير اشار عليه بايه بقى عماد وحيد؟ اشار عليه بحاجتين اساسيتين. الحاجه الاولانيه ان خلاص لو عقد العزم على انه خلاص هينزل انتخابات اتحاد الكوره فلابد له من امرين. الامر الاولاني ضروري تكوين جبهه وقائمه قويه يخوض بيها الانتخابات قدام شوبير، لان الملعب ده ملعب شوبير. الملعب ده ملعب مين؟ ملعب شوبير. ليه ملعب شوبير؟ لان احمد شوبير خاض الانتخابات ديت قبل كده كتير. احمد شوبير مع حفظ الالقاب طبعا ليه، مع احترامنا ليهم ولكل الناس طبعا. دودي بتقول لي عاوزين شباب وجوه جديده، طبعا طبعا. فاحنا بنتكلم وبنقول ان خاض انتخابات اتحاد الكوره اكتر من مره، عنده علاقات جيده، عنده علاقات كويسه جدا باعضاء الجمعيه العموميه من خلال المنبر الاعلامي بتاعه على عدد كبير جدا من القنوات، قدر ان هو يرسخ العلاقات ما بينه وما بين الكثير والكثير من اعضاء الجمعيه العموميه. اللعبه الانتخابيه هو على درايه كامله بيها. حوت الانتخابات في اتحاد كره القدم المصري هو في اتنين حيتان عشان تبقوا فاهمين، يعني في اتنين حيتان، في واحد موجود وفي واحد ربنا يفك كربه غايب عن الساحه، ندعي له كلنا وانا اول الداعين ليه ان ربنا يفك ايه كربه، حازم الهوادي. ده احد الكوادر واحد القيادات الانتخابيه في اتحاد كره القدم المصري اللي يقدر يوجه بوصله الانتخابات او بوصله الجمعيه العموميه. ده مش موجود على الساحه، له ظروف طبعا كلنا عارفينها، ربنا يفك ايه كربه. يفضل مين؟ يفضل الحوت الاكبر من حازم الهوادي. في حوت اكبر من حازم الهواوي، اسمه ايه الحوت الاكبر من حازم الهواوي ده؟ اسمه المهندس هاني ابو عيده. ده البوس بقى، ده البيج بوس. مهندس هاني ابو عيده ده البيج بوس اللي جماعه العموميه في قبضته. فالنهارده دون مباركه هاني ابو عيده لن يستطيع محمود طاهر انه يكسب الانتخابات دي، ده قولا فصلا واحدا، ده ولا كلمه. ما حدش يناقشني في اللي انا بقوله. ليه ما حدش يناقشني في اللي انا بقوله؟ لان هاني ابو عيده استطاع باشاره منه انه يخلي راجل محترم طبعا جمال علام رئيس الاتحاد كره القدم المصري في 4 سنين، وهي كانت فرصه لو نزل لا تتعدى 5%. جمعية عمومية ملناش دعوة بكيان جمال بيه، ملناش دعوة بيها خالص، إنما هي دي الحقيقة وهو ده الأمر الواقع. فبالتالي محمود طاهر لن يستطيع خوض الانتخابات إلا بمباركة وموافقة ودعم هاني أبو عيدة له ولقايمته. هنا يبقى الأمور بالنسبة للكابتن أحمد شوبير صعبة، وصعبة جدا. وطبعا الشيء بالشيء يذكر انه لو دعم احمد شوبير، احمد شوبير نجح مش قدام محمود طاهر بس، قدام اي حد. طيب لو وقف على الحياد شوبير يكسب، يعني لو وقف على الحياد شوبير يكسب. ليه شوبير يكسب؟ لان شوبير زي ما انا قلت لكم كده القصه كلها بالنسبه له يعني تربطات انتخابيه، هو في الحته ديت الى حد ما اقوى من المهندس محمود طاهر. انما طبعا الراي العام اغلبه هيبقى طبعا، انا بشرح لكم الخريطه على الارض، ده مش رايي، ده مش رايي خالص، ده شرح للخريطه على الايه؟ على الارض. انما طبعا في ناس كتيره جدا هتبقى عاوزه محمود طاهر يبقى موجود، راجل محترم، راجل عنده فكر عالي، رجل استثماري من الطراز الاول، رجل نجح ان هو ينقل النادي الاهلي من منطقه لمنطقه تانيه خالص في النواحي الاستثماريه،
رجل لولا وجود قيمة وقامة كبيرة زي الكابتن محمود الخطيب منافسا له على مقعد رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، كانت الأمور والبوصلة قد تتغير كثيرا. محمود طاهر واحد من القيادات الإدارية اللي موجودة في مصر على درجة عالية جدا من الكفاءة، يستطيع أن ينجح وينقل أي مؤسسة هو بيديرها من منطقة إلى منطقة تانية خالص، ودوت الحق لابد إن محمود طاهر ياخده بأي شكل من الأشكال. ده الموضوع الأولاني اللي هنعرف كواليسه على مدار ال5 شهور القادمة بمشيئة الله تعالى. عمرو مهدي، ناس كتير بقى بتقول لك محمود طاهر، يعني لو عملتوا استفتاء شعبي كده لا هتلاقوا الاستفتاء شعبي اكتساح. وما تنسوش نقطة مهمة كمان، مهمة جدا جدا، ان المجلس بتاع اللجنة المؤقتة اللي موجودة حاليا بتاعت عمرو الجنايني بتنقي الأصوات الانتخابية وتنقح في الأصوات الانتخابية اللي هيبقى ليها حق التصويت الفترة القادمة. دي نقطة في غاية الأهمية لا يجب أن نغفلها، لأن ديت هيبقى برضو عليها عامل، وعامل كبير جدا الأصوات الانتخابية اللي هتبقى موجودة.